صاروا لي شوية مشاكل والكل، لقيتها معايا في آخر العام، معناها كلي وقفت معايا كل شيء، ومن وقتها بقينا صحاب. وهذيك كانت متحبنيش الجملة، كانت متحبنيش الجملة ديجا أنا نعرفها هي ونحس بها وكل شيء. حتى صاحبتي هذيك الورا الكاميرا كنا شفتي، احنا هي كانت تحكي توكي، اما احنا كي شفتي كنا لحمه واحده، سلسله واحده بينو متعامناول. طاحت معناها في نهار، معناها جاتها سيتوياسيون اللي معناها مستحقه فلوس مش لها هي، لحد اخر صاحبها ولا ليكس. تاي طارني مانيش باش نكذب عليك، تراني مش باش نكذب عليك بنتك، انا عطيتها 30000. قلت لي هي باهي ماهيش مشكلتي، مش بري مشكلتك انت وبنتي، بري امشي خذها بعيد صحيتي. عسلامة. مرحبا. مساء عليكم. الحمد لله. شبيك تظهر شريرة؟ لا اي بيان سور، هي ماهيش شريرة، اما عندها قحرة خايبة. عطيني قحرة خايبة. دونك باش نسألكم، شنو رايكم في الأفارقة اللي ولاو موجودين بكثرة في تونس؟ من رأيي أنا خطر احنا ما عندناش أمن كما لازم يكون، خطر يدخلوا الكاكا برسكهم. ديجا أنا شفت برشا فيديوهات في فيسبوك، أبار الواقع التونسي وكل شيء، فما برشا بروبليم، فما في الأحياء الشعبية مثلا، مرة حكيت مرة قلت له معناها منهم فيهم، قلت له مرة حبلة وكل شيء، قديش من جريمة قتل صارت، وما قلت لك يجي الأمن وما يعمل حد شيء. هذه تقصير من احنا من دولتنا، احنا خاطر نورمال امن نتاعنا يبدا وقف، نخلو احنا مشاكلنا ايه في بعضنا ايه مثالش، اما مش اسبوع معناها تجي مش ماناش راسيست احنا وكل شيء، جو مرحبا بهم وكل شيء، اما فما قوانين يحترموهم يحترمونا، مش يجي يحبوا يحتلونا ويخرجونا وكليك لما ذاك الكل، مرحبا بهم هما، اما كل واحد يحترم معناها. كي ترى افريقي قدامك شنية أول حاجة تخطر على بالك؟ والله حتى شيء، هم راو العبيد سمحة خايبة، العبيد الكل معنا في أي بلاصة نجم تلقى السمحة تلقى الخايب، فما الباهي وفما الخايب. شاركها فراي بي، هو فما زوز معناها حالات، إنهم اللي يجيوا باش يقراو واللي يجيوا باش يخدموا، وفما الهجرة معناها غير شرعي. هي المشكلة في الحدود وكل شيء، معناها لازم لمن يبدا من غادي، لازم معناها الاجراءات القانونيه اللي هما يدخلوا بها، لازم معناها يعرفوا علاش هما علاش جايين تونس. كان عبيد باش تقرا معناها مرحبا بهم، كان عبيد باش تخدم مرحبا بهم، اما اللي يجيوا ما غير حتى شيء ما عندهم علاش جاي. نفس السؤال يقول لك برشا توينس ماشيين لايطاليا، دونك ما علاش ماشيين. ما انا باش قطعتك سامحيني رحمه اختي، احنا المشي غاديك باش يخدم امبوسيبل تلقى تونس حارق ما عندهاش حتى اوبجيكتيف، كنا ماشي نخدموا عبيد تحب تكون تحب تجيب فلوس وناس تقول في معناها فهم، مش حتى تونسي باش يمشي طيش روح معناها مستقبل حياته كل في البحر كاكا من لا شيء حتى شيء، فهمت؟ ماشي باش يخدم باش يكون باش يطور من روحه باش هكا هو، فهمتي؟ اما كيف ما قالت هي معناها يلزم الاجراءات القانونيه، جاي باش تقرا باش تخدم مرحبا بك، او جاي سياحه زيد مرحبا بك، اما تحترم كما الدول الاوروبيه اخرى معناها مده معينه باوراقك، ويلزم حتى احنا الحاكم نتاعنا يتحرك شوي، خط بالرسمي ياسر ياسر رقدين ياسر ما همش فايقين على الوضع. وكاو صحبتكم على الاخر والله سيدي، احنا ما نشتهوا مقلبنا عليك في الاول. نقرأ مع بعض أما ونخرجوا ونشوفون أيوحي ديما في بالهم إن إحنا توام، ما إحنا أنا وزيد صاحبتنا ذيك المصور اللي قاعد يصور فيكم، المصور اللي قاعد يصور فيكم هذيك هي صاحبتكم. وعنا صاحبتنا أخرى وعنا اسمها مليك زيد بجية، ما إحنا أنا تزرية هذه قروية وزيد هذيك قروية، ما إحنا أنا على الأخر صحيح تصير برشا مشاكل، شفتي كل أخوات نصرف مع بعضنا كل أخوات، حتى كنا نجرحوا بعضنا نتعرف وراء ما تشوفينيش كي كام معناها كلم وكل شيء في البيت، شوفينا طلعيات وكل مشاكل ونوصلوا من غدة تلقينا عادي نضحكوا نفدركوا مع بعضنا. معناها شفتي كيفاش تعرفتوا على بعض؟ هذه بنت كلاس وهذيك بينوم تاعنا. احكي معنا تواضع واحكي معنا. لا متواضع هي بنت كلاس، انا عامله معناها بريمير اني
نقراو مع بعضنا ما نعرفهاش بالقدي والكل. من بعد صاروا لي شويه مشاكل والكل، لقيتها معايا في اخر العام، معناها كلي وقفت معايا كل شيء، ومن وقتها بقينا اصحاب. وهذيك كانت ما تحبنيش الجمله، كانت ما تحبنيش الجمله، كل ما كي نبدا مع حنين وكل تقول لي، تقول حنين شنو فاش تعمل هذه هنا نشم برا ميساج بالوقت، ولات في حبني حب كا وليت تحبني. كيما انت قلت لي تبان شريره كيما كيكا، هي مش في بالها معناها انا كيكا كلي ما نحكيش برشا، و ما جبد روحك ونفخه روحك. لا كيكا مبين، هي تعرف روحها كيكا تبين، هي مستعرفه اي مبينه كيكا الحقيقه. ديما يقولوا لي، يقولوا لي راك نفخه روحك وما تحكيش وما تفدلكش واش حاسبه روح. انا عادي كي تحكي معايا نحكي معاك، اما جوست لا ما نفقكش ما نحبكش ما نحكيش معاك. تحسك عندك حاجات تكتب انت حاجات دونك اعطيني حاجه من الحاجات اللي تكتبهم عبره توصلها. نعرفش عبره على اصحاب مثال اكيد راك كتبت منها. عم نقول كتبت حاجات حاجه تتذكرها من اللي كتبتها. ما نستحضرش ما نحفظش حاجات كتبتهم، ديما نكتب معناها لروحي وديجا ما يقرام حد معناها كيما نتايا نك هاو، دونك ما عنديش طبعا. حاجه توا تقول هنا عطير توا بي كيرفول بي حاجه الثقه لا باهي، ومش اي حد تقول لصاحبي مثل خمسة ستة سبعة سنين معاك الروح بالروح، مش كتقول سيبا معناها راهو ذاك خويا ولا أختي. مستحيل الساعة إنك تلقى عبد، مش مستحيل إنك تلقى عبد، فما عبيد معناها تحبك بالرسمي وعبيد تحب لك الخير، وفما أصحاب كي تشوفك أنت حتى وأنت عندك برشا معاه تشوفك أنت نجحت حتى في حاجة صغيرة، الحب ذاك اللي كان ظاهر كله يتحول الكره، معناها فما حاجات لازمك ترد بالك منهم، الأكثرية ترد بالك من الأصحاب صرتوا بنات في بعضكم. يغدروا؟ ما عرفش غدر اش تتسمى، أما جرح أكثر معناها يجرحوا أكثر. معناها أنت الحب مثال أنت تحب عبد وتعطيه من اللي عندك الكل وكل شيء، في ليلة ونهار تلقى عبد هذاك تبدل كومبليت، ما هوش أول عبد عرفته ما هوش كل شيء، دونك تتجرح اكثر من انه تتغدر بالنسبه لي. تغدرت ولا تجرحت؟ تجرحت. طفله كنت اعز لاصحاب؟ مش اعز، اما من اعز اصحابي، من كان تقريبت لي. انا ما عنديش عبد عزيز عليا برشا برشا برشا، انا مثال كنحب كوكي ولا نحب حنون ومالك كلهم نحبهم كيف كيف، فهمت؟ فمش كل عبد اقرب لي منهم، نحبكم الكل كيف كيف، معناها هي كانت معناها من صحابي. بعديك عمت الباك كي جينا باش نعديو معناها اخر معناها الباك نتاعنا ما فماش حسيلو فازي طلع علينا. تتأثر منهم كي تتذكرهم؟ لا يمكن نندم شوي، نندم الأكثرين نندم من تأثرش. حاولت تعالج الحاجات اللي تفقدت منهم صاحبتك؟ أنا جدي ما نعالج في صحابي والله، معناها من أول ما بدأت نتكون شخصيتي كل شيء بدأت نعرف أصحاب نخالط في العباد وكل شيء، ديما اللي دايرين بيه كل ديما أنا يجوا يحكوا لي، ديما يجوا يستشيروني في مشكلة في أي حاجة أي حاجة، ديجا أنا نعرفها هي ونحس بها وكل شيء. حتى صاحبتي هذيك الورا الكاميرا كنا شفتي إحنا، هي كانت تحكي توكي أما إحنا كي شفتي كنا لحمة واحدة سلسلة واحدة، مثلا كي وحده فينا تطيح مثلا ابسط مثال ابسط مثال خارجه هي تحسها تافهه، اما كي وحده فينا تقول بطلت كنا سي بون ما نخرجوش ما انا نحب الاصحاب، معناها ما نقولش معاك من الاصحاب، نحب الاصحاب كوني مع الاصحاب فهمتي، اما ردي بالك ديما تاخر حذر نتاعك ديما ما نقولوش الثقه لازم تخاطر مش العبد كل كيف كيف، مش العبد كل كيف كيف، فما مازلت فما عبد
فما عبيد باهين وفما عبيد خايبين. مازال فمك الصحيتي والاصل الطيب، معناها انت برك عارفك شنو تنتقي صحابك هكا، هو مازال الاصل الطيب، مازال الخير، مازال الرحمه، مازال كل شيء في الدنيا، غير واحد يقول ربي طيح فينا من يخاف ربي. قلت لك معناها الاصحاب جس انت انتقي، معناها مازال الرحمه والاصل الطيب، ما نقولوش ما نثقوش الاصحاب، انت عارف برك كيفاش كنت تثق هذاك هو معناها. باش نحكيك فزعة الثقه اللي تحكي عليها هي اللي نورمالمون معناها مش الناس الكل تعطيهم ثقتك، هذه حاجه اكيده عندها صاحبتها بينو متها عمناو بس هتضحك الحكايه تضحك الحكايه بينو متها عمناو طاحت معناها في معناها جاتها سيتوياسيون اللي معناها مستحقه فلوس مش لها هي لحد اخر صاحبها ولا ليكس خذت اخي عطاتها حنين فلوس معناها دي بانيتها وكل نجمو نعرفوا قديش الفلوس 30,000 هاي 30 جوش عطيت 300,000 بايمو في 30,000 والكل اما سبحان الله معناها انتي معناها اتديونات معناها عطاتها من مصروفها تتسمى والكل غضتك ما غضتنيش الفلوس اما غضتها حاجه اخرى كي كلمتها قتلها معناها راني مستحقه فلوس نجم ترجع لي فلوسي قتلها كل مره تقولها به كل شيء كل مره تقولها به لين سي بون معناها حني ما عندها حتى حل كلمت امها باش تقولها راهو باش تقولها راهو معناها سلفت لبنتك فلوسي الا حبت تقولها معناها علاش ولا لشكون وكل شيء قتلها جوست سلفت فلوس راني ما حبش ترجع لي فلوسي انا تو مستحقه فلوس يا اخي امها قتلها مش مدخلني يا اخي حني قتلها معناها راهي قلبتني في الفلوس قتلها كيفاش تقول على بنتي قلب ولت معناها عندها حق على حنين كيفاش هي تقول على بنتها قلب اللي هي بالرسمي بنتها قلب كيف ما يقولوا فيها مدوى لام مدوى بنتها عاودوا المثل مدوى لام مدوى بنتها تحيا الملك مثل نتاع ملك الحاسي لو قلت لك احنا كي كلمنا امها وكل شيء على 30,000 قلت لي باهي لحظه نرجع لك قلت لي باهي لحظه نرجع لك مشيت شي يظهر لي كلمه بنتها ولا حكايه رجعت لي قلت لي بنتي قالت لي كان 10,000 هكا قلت لها انا راهي ماهيش 10,000 تاي تراني مانيش باش نكذب عليك تراني مش باش نكذب عليك بنتك انا عطيتها 30,000 قلت لي هي باهي ماهيش مشكلتي مش بري مشكلتك انت وبنتي بري امشي خذها بعيد صحيتي قلت لها انا يا طارني كبرت بيك معناها انا ما لقيتش حل مع بنتك جيت نحكي معك انت صار باش نلقى الحل معك انت والكل فهمتي يا اخي ما نعرفش مهم من كلمه لكلمه علي تضحك كنا شفتها في الباك في حفظنا في تونس مش تفضحوها ليه الحقيقه مش نفضحوها ما شي تحكيت معاها انت معناها قلت لها رجع فلوسها قدام المره انا لا. هي مش تقول لك انت شو مدخلك معناها صحيتي مش قلت شو مدخلك تو سامبلومون هي عندها الحق معناها مش تقول لك انت شو مدخلك ما هي صاحبتنا وكلي غضتنا وكل شيء ما لقينا حتى حل معاها مش والله مش حكيت فلوس راهي حكيت انه كي انا وقفت معاك معناها وديبانيتك ونحت والله اقسم بالله ما نكذبش عليك ما نقوليش رانا لبس علينا في الدار عندي 5 اخوات ما شاء الله وكنا نقرا كان بابا يخدم ومتقاعد فهمتي معناها كلي يعطيني بابا مصروف ماذا بيا نستحفظ وكل انا كي نحيتها مني وما ذلك لك انت معناها مش تحترمي روحك وكي قلت لك رجعي لي فلوسي تحترمي روحك وتمدي لي فلوس راكي مش كي معناها باش تعملي عليا مزيه باش ترجعي لي فلوسي ذيك راهي فلوس اما الله غالب ما فهمش اصل ما فهمش اصل ماهيش متربيه حق سامع وانت كبرت تنزل كلمه هكا هو ما عندي ما نقول على حسبي الله ونعم الوكيل فهم فوت امر الرب هاشتاق 30,000 رجعيهم لي صحيتي